السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب اليوم ان شاء الله عندنا موضوع مهم للصف السادس اعداد. طلاب موضوع اليوم دائما يجي سؤال الثاني فرع بي، استاذ يجي حل اختيار. لا طلابنا دائما يجي اختيار، موضوع سهل لكن يحتاج لتركيز. تمام يلا طلاب نجي ناخذ اسم الموضوع expression of quantity، تعابير الكميات. استاذ اسم الموضوع مهم احفظه؟ لا. تمام، كم كلمة عندنا؟ أربعة. طلاب لازم تفرقون بيناتهم وشلون تختارون. أول كلمة عندنا كلمة many، تأتي مع الجمع، يعني الاسم اللي ورا الفراغ لازم شو يكون؟ جمع. عم وشختار many. زين، ماتش مع المفرد. استاذ شلون أفرق جمع لو مفرد؟ أدري بكم تعرفون بس ما يخالف أعلمكم. كلمة كار سيارة، شلون أجمعها؟ كارز سيارات، ضفت لها اس. زين، اكو كلمات شباب مثل كلمة بيبل اشخاص، بيها اس؟ لا، لكن ايضا جمع. كلمة مين رجال، بيها اس؟ لا، لكن ايضا جمع. هذا جمع، عرفنا شلون نفرق بين الجمع اللي بي اس او شباب. زين، هسه قلنا الماني مع الجمع والماتش مع المفرد. زين، اف يو ايضا مع الجمع والليتل مع المفرد. اذا صار عندي كلمتين مع الجمع وكلمتين مع المفرد، شلون افرق بيناتهم؟ نجي اذا بالاختيارات، شوفوا هنا ايش مطيني فيو وهنا مطيني ماني وهاي جمع، اذن الاثنين لازم يوصلون ويا الجمع، شلون افرق؟ لازم ارجع على الجمله. اذا بالجمله اكو كلمه نوت او كلمه هاو، نوت او هاو، لازم الحل شو يكون؟ لو ماني لو ماتش. اذا اكو هاو او نوت، الحل لو ماني لو ماتش. واذا ماكو بالجمله لا هاو ولا نوت، الحل لو فيو لو لتر. نجي هاي خمسة أمثلة طلاب راح ناخذ نشرح واحدة واحدة. نمبر 1 we need a little of you better for this cake. نجي واحدة واحدة، اللي قبل الفراغ مع ليبي، هاي كلمة better زبد، مفرد لو جمع؟ لا استاذ مفرد، لأن بها اس ولا شواب. ويا المفرد فيو لو little؟ الجواب 100% little. هاي درجتين بتجي. نمبر 2 we need a little of you more oranges. طلاب كلمة more نركز عليها، إذا شفت more نركز على اللي بعدها. more oranges، oranges برتقال جمع، لأن جمع little ويا المفرد ما يصير، إذا الجواب الصح few. number 3 how much low money low few times do you need to finish your homework. نجي طلاب هاي جمع لو مفرد؟ لا استاذ، تايمز جمع، اوقات او مرات. زين، ويا الجمع يصير فيو؟ نعم يصير. يصير ماني؟ نعم يصير. اذا كم اختيار المفروض صح؟ 2. والماتش ما يصير، ليش؟ الماتش مفرد. نجي نكمل، هسه ما يصير اختيارين صح، لازم واحد صح وواحد خطا. تايمز جمع، هسه لو فيو لو ماني. استاذ شلون افرق؟ ارجع على الجمله، شكو هنا اكو كلمه هاو، قلنا بس نشوف هاو او نوت، اذا الجواب لو ماتش لو ماني، لان جمع اذا الجواب 100% ماني. نمبر 4 يو ويل هاف تو ويت ا ليتل اوف يو مينتس. طلاب كلمه مينتس جمع، اوكي مينتس جمع، ويا الجمع يصير ليتل؟ لا، اذا شنو الجواب؟ فيو، 100% صح. نمبر 5 والأخيرة there isn't a little no much space in here it's just enough for one suitcase. نجي طلاب السبيس مفرد، الماتش ويا من تجي؟ ويا المفرد، والليتل أيضا ويا المفرد، شلون راح أفرق؟ أرجع على الجملة، شفت هنا isn't يعني شكو، أكو نفي، ما دام أكو نفي، ما دام اكو نفي اذا الجواب كلمة ماتش، ما يصير ليتل. ليش استاذ ما يصير ليتل؟ لان اكو نوت، اذا شفنا نوت او هاو لازم اختار لو ماتش لو ماني. طلابنا الابطال المرزمتي موجودة في صندوق الوصف، نزلها وياي او حل وياي تمرين تمرين، اوكي؟ نلتقيكم المحاضرة الجاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.